إذن فلنبدأ على بركة الله. دائما نبدأ بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحكماء، درسنا لهذا اليوم هو درس ممتع صحيح، كل واحد منا يقر بأنه صعب، لكن إن شاء الله تعالى طريقة تقديمه أو الطريقة كيف نتعلمه وكيف نقول نحل العقدة step by step. إذن فلنبدأ على بركة الله. اخترت أن نقوم فقط بالكلو بلاكيتير، ce qu'on appelle aussi l'hémostase primaire. اوكي، لي تروبل دو ليموستاز، كما تعلمون ليموستاز ينقسم الى ثلاثة مراحل او الى ثلاث مراحل. الاولى سي ليموستاز بريمير، سكون اون ابل اوسي لا فورماسيون دان كلو بلاكيتير، سي سا لو كلو بلاكيتير. اي بالدم ما درت لكم ليماج هذه، اوكي، ان كلو بلاكيتير. دوزيام ايتاب سي ليموستاز سيكوندير، سكون اون ابل اوسي لا كواغولاسيون، عملية التخثر. والمرحلة الثالثة كنت قد قدمت هذا الدرس من قبل، ce qu'on appelle la fibrinolyse. اليوم باذن الله تعالى سوف نتطرق فقط الى ليموستاز بريمير. سي اون كاب تري 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 امبورطون، اوكي، سي اون ايتاب كومون ديراج دو ديبي، اوكي، دو ليموستاز. دونك واش نقدروا نقولوا من ليموستاز بريمير؟ حكماء، ديروا في بالكم باللي جينيرالمون ليموستاز بريمير هاد ليتاب هادي تجي جينيرالمون في الجروح، اوكي، في الانسان كيتجرح جرح خفيف، جي دي جرح جينيرالمون سوبرفيسييل، ما وصلش. دونك سي اون بلي كي سوبرفيسييل ني با بروفوند. وقت تتدخل التخثر ويدخلوا لي زوتر ايتاب، كيعود الجرح بزاف عميق ولا جرح بليغ. اذا نبداو هنا فقط الحكماء لي فاكتور دو كواغولاسيون. واش تهزوا لي؟ هزوا لي غير لو بروميير فاكتور كي لو فيبرينوجين، اوكي، الذي يتحول فيما بعد للفيبرين. دونك نبدا لي تروبل دو ليموستاز. هنايا داير لكم باللي سوف نتكلم فقط على ليموستاز بريمير، اوكي. هنا داير لكم في لو كور، شوفوا واش داير لكم في لو كور، فوالا، داير لكم في لو كور انتروداكسيون ايموستاز بيرمانونت، سيتادير في الحاله العاديه الانسان جسمه راهو يقوم دائما بعمليه الحفاظ على الدم داخل الاوعيه الدمويه، اوكي، انسامبل دو فاكتور permettant le maintien de la fluidité sanguine et la prévention des saignements spontanés. OK, دائما وجود الدم داخل الاوعيه الدمويه. ليموستاز رياكسيونيل، حكماء، هنا تصرا واش معناه؟ il y a une réaction, c'est-à-dire que كاين هناك une agression externe, كاين une plaie, OK, كاين une hémorragie quelconque, une plaie que ce soit une plaie par exemple par un courant étranger ou même الداخل, OK, par une inflammation. avec les inflammations là, les pathologies auto-immunes, يقدروا يقطعوا les vaisseaux, ce qui va provoquer ce qu'on appelle l'hémostase réactionnelle, OK, c'est-à-dire il y a une réaction, الفعل ورد الفعل, OK, كاين حاجه اللي خلاتو donc le démarrage ديالو. ensemble de facteurs qui concourent à arrêter une hémorragie suite à une brèche, OK, brèche معناتها فتحه, et une anomalie, voilà, et participe également dans les phénomènes de cicatrisation. Bien sûr, la cicatrisation, les kenchfeo, les trois étapes, bien sûr, après la terminaison des trois étapes. OK, donc une anomalie de l'hémostase peut être évoquée au cours d'une hémorragie, OK, une anomalie de l'hémostase peut être évoquée au cours d'une hémorragie, nazif, d'une thrombose, OK, باش لازمنا يتخلصوا من ترومبوز اللي كان تشفاو في لا فيبرينوليز، و دان بيلون دي موستاز باثولوجيك، كاينه مرض في لي موستاز اللي راح نشوفوه من بعد. لي موستاز، حكماء، سو ديرول كلاسيكمون ان تروا تان انترديبوندون، سيتادير هناك تكامل ما بيناتهم، il y a une complémentarité comme j'ai déjà dit et j'ai toujours dit ça, c'est la complémentarité entre les systèmes, OK, c'est-à-dire le cœur ma yخدمش وحده, les poumons ma yخدموش وحدهم, ربي سبحانه وتعالى من حكمته انه داير الجسم تاعنا عباره عن تكامل في كلش, OK, que ce soit ما بين الاعضاء ولا ما بين الاليات, ce qu'on appelle les mécanismes. L'hémostase, c'est un mécanisme aussi. Très bien. Donc et de façon concomitante, c'est-à-dire de façon في نفس الوقت simultanée ou la تعاونيه,
اوكي. لي موستاز بريمير اللي هو درسنا لهذا اليوم سي لو كلو بلاكيتير، اي موستاز سيكوندير الثانوي اللي نسميوها كذلك التخثر ولا لا كواغولاسيون، الا بوتي الحكماء على كونسوليداسيون دو كلو بلاكيتير غراس ان ريزو دو فيبرين. دونك الفرق ما بين لو كلو بلاكيتير ولي موستاز سيكوندير سي كو لا كواغولاسيون تحتاج لا فيبرين، الشبكه اللي تلصق كلش في بعضها. اوكي سادير كو كيما قلت لكم الجرح صغار لي بلي اونتر بارونتيز كيما نقولوا حنايا تافهه، اوكي بلي جرح كيعود صغير ما عنده حتى خطوره اكسيتيرا، نهضروا على لو كور تاعنا تاع لي موستاز بريمير لو كلو بلاكيتير. اي اون فا تيرميني افيك لا ترويزيام ايتاب كي هي لا فيبرينوليز، سي لا ليز دو كايو اون فوا لا سيكاتريزاسيون دو فيسو اش في. اي جي في سو كور لا، جي ديجا في سو كور لا. دونك حنايا حين نتكلموا على لي موستاز بريمير، فوالا لا فيزيولوجي حكماء دو لي موستاز. Donc l'hémostase comprend trois étapes, عنده ثلاث مراحل. Toujours, نديرها ونعاودها هكذا باش ما تزيدش تروح لكم. عندنا la première étape c'est l'hémostase primaire. Voilà, généralement يحكم من 3 à 5 minutes. شفتوا كيفاش؟ Donc عملية تدخل الصفائح الدموية مع لي فيسو دونك نشوفوا. Donc تحتاج من 3 إلى 5 دقائق. هنايا تسمى باش باسكو سي اون بلي مينيم اوكي اكسيتيرا. دونك لاغريغاسيون دي بلاكيت، اغريغاسيون معناتها تجمع الصفائح الدمويه، لا فورماسيون دو كلو بلاكيتير اللي شفناها في الاول سي سا لو كلو بلاكيتير. شتو لو كلو بلاكيتير كيفاش ندير؟ فوالا لو كلو بلاكيتير نزيدو. فوالا دوزيام دي شوز سي لي موستا سيكوندير ولا كواغولاسيون بلاسماتيك، هنا يدخل لا فيبرين فورماسيون دو كايو. حنا ما يهمنيش اوكي لا فيبرينوليز ديسوليسيون دو كايو، حنا ما يهمناش هذا، حنا يهمنا لو كور ديالنا سي لي موستاس بريمير. لي موستاس توجور اون ا لي موستاس بريمير اي لا كواغولاسيون او بيان لي موستاس سيكوندير. لي موستاس بريمير حكماء شوفوا واش تهزو، شوفوا سي تري امبورطون تهزو لي هادو، فيهم لوندوتيليوم فاسكولير، هادو هما اللي شافوا العناصر المهمه جدا 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 pour assurer l'hémostase primaire. OK, c'est l'endothélium vasculaire, bien sûr l'endothélium. Donc je vous علاش parce que l'endothélium comme سخيلوها كي شغل التربه اللي نزرعوا فيها، OK هي اللي راح من بعد يلصقوا فيها الصفائح الدمويه. عندنا لي بلاكيت الصفائح الدمويه بيان سور، اوكي كي شغل سخيلوا نتوما البراج اللي راح يقفل le sang باش ما يخرجش من لي فيسو. دونك لي غليكوبروتيين بيان سور، لي غليكوبروتيين اون فو دير لي غليكوبروتيين كي سون سيكريتي او بيان كي سون ليبيري بار لي غرانول كي سون كونتينو اوكي او سان دي بلاكيت. دونك شوفوا ملي درت لكم حاولت نرسمها هكذاك تقريبيا باذن الله تفهموا المراحل. لي فاكتور بلاسماتيك معناتها موجودين في الدم، اوكي لو فاكتور دو ويلبراند اوكي تسمعوا به بزاف بزاف، وكاينه لا باثولوجي اي لا فيبرينوجين الذي تفرزه الكبد. اوكي الفيبرينوجين يفرزه الكبد يشكل سكون ابل ان كلو بلاكيتير. لو فاكتور هذا ثاني موجود في البلازما الحكماء، فهمتوا لو فاكتور دو ويلبراند موجود في البلازما وبعد يلصق في لوندوتيليوم فاسكولير وبعد يلصقوا فيه لي بلاكيت اوكي باش يشكل لنا سكون ابل ان كلو بلاكيتير. OK agrégation plaquettaire. Voilà. حنا لا كواغولاسيون ما تهمناش، قلت لكم فقط باش تفرقوا برك لا كواغولاسيون يدخل لنا لا فيبرين. OK هنا سي لا فيبرينوجين بيسكو هنا عليها حكماء. لا فيبرينوجين تخيلوا هو اللي يلصق ما بين بلاكيت اي بلاكيت. Ensuite صرا له اون ستابيليزاسيون لي اونتر بارونتيز يعني معليش حتى ما حضرتوش معايا في لا فيبرينوليز. لا فيبرين كاين لو فاكتور 13 سي سكو اون ابل لو فاكتور ستابيليزاتور اللي يلصق يحول لنا الفيبرينو جين الى فيبرين لاصق هيدروفوب باش يديروا لنا ان كايو دو فيبرين. ليسونسييل حنا ها واش تهزولي ايموستاس بريمير تشارك فيه لوندوتيليوم فاسكولير، لي بلاكيت كعامل هي اللي رايحه كي شغل عمال رايحين يقفلوا هذاك النفق اوكي. لي فاكتور بلاسماتيك هزولي لو فاكتور دو ويلبراند اوكي اي لا فيبرينوجين موجود كذلك في الدم sécrété par ou bien produite par le foie. C'est ça le fibrinogène hokam تبعوا معايا مليح. شوفوا لو فاكتور يعيطوا له لو فاكتور 1 يخي قلت لكم في البدايه يخلص قلت لكم هزولي غير هذا لو فاكتور اوكي هزولي غير الفيبرينوجين سي سكو اون ابل لو فاكتور 1. دونك يبدا صح فيبرينوجين يلصق لي بلاكيت سانغين ومن بعد يتحول الى اكتيف في لا كواغولاسيون سميوه 1A معناتها لو فاكتور 1 اكتيف là actif donc c'est activé voilà la fibrine très bien.
Donc, le facteur 1 de la coagulation fibrinogène est une protéine Hukama présente dans le plasma sanguin et fabriquée par le foie. Le fibrinogène Hukama se transforme en fibrine sous l'action d'une autre protéine du plasma, la thrombine. Donc, c'est pour le moment que je te fais un mot, c'est quoi ? Ou هذا هو شوف هذا هو la fibrinogène humaine. Humain pardon, le fibrinogène humain. Comme tu vois que tu as هذا هي البنية الثلاثية تاعو. Donc هنايا باش يتحول لنا الى فيبرين، سي سا الفيبرينوجين اللي يلصق بلاكيت اي بلاكيت في الهيموستاز بريمير. سي سا الهيموستاز بريمير، الهيموستاز بريمير كلو بلاكيتير، اوكي، بلاتيليت بلاك. لا ميم شوز. شفتوا كيفاش تصرى جرح يصرى جرح فيسول انجري، اون بلي دونك فاسكولير، اون ريبتور دونك de l'épithélium, on bat vaisseau spasme comme comment dirais-je, comme un acquis réflexe, il sera un spasme ou là une vasoconstriction, on bat dit ce qui joue les platelets, les plaquettes sanguines, ils deviennent en forme inactive forme, ok, inactive forme, ils deviennent il a la forme active, c'est ça la forme active, dire des prolongations, comme tu vois des prolongations, voilà, qui je trouve que c'est mettre, voilà. C'est ça, donc une lésion, contraction du vaisseau, clou plaquettaire toujours. Voilà, c'est ça, et dire une vasoconstriction. Comme tu vois la vasoconstriction, je vois qu'il fait le diamètre qui fait chacun qui fait ou là. On va je vois ça fait, et d'un qui fait charahi, te boucher. Et après, c'est ça la coagulation. Je sais qui fait un farco mabine, le primaire ou le secondaire, et dire le primaire, mais qu'est-ce que la fibrine. Alors, on a qu'est-ce que la fibrine. On a qu'est-ce que la fibrinogène, فقط, qui est عبارة عن pan. اوكي جسور تربط ما بين الصفائح الدمويه هنا كذلك اون ايماج بلاتيليت بلاتفورميشن لا ميم شوز هنا برك باش نقول لكم سما باغ اكزومبل واحد تجرح هاو قاعد يسيح له الدم سادير فوالا اون تيت ايموراجي ان فيت شوفوا كيفاش الكريه الدمويه الحمراء قاعده تخرج واش يصرى يجي بون كاين الاندوثيليوم يلصقوا الصفائح الدمويه يشكل لنا كلو بلاكيتير سا سي الهيموستاز بريمير حكماء كل ما تشوفوا كاين فيبرين معناتها راكم في كومون ديراج لا كواغولاسيون كي تشوفوا كاين غير صفائح دمويه بيس كولاجين بيان سور الصفائح الدمويه سي ليموستاز بريمير ولا سي سكول اون ابل كلو بلاكيتير يتكون فقط من الصفائح الدمويه هنا سي اون ايماج تري كلير فوالا سي سا الصفائح شفتوا كيفاش راهي تحاول ما تخليش الكريه الدمويه الحمراء تزيد تخرج pour éviter l'hémorragie. Alors, le Hukama, l'hémostase primaire. L'hémostase Hukama primaire correspond à la première étape de l'hémostase. Phénomène physiologique, يعني هي عبارة عن ظاهرة طبيعية, ظاهرة physiologique, servant à stopper un saignement. Ok? Pour éviter le saignement, pour stopper, pour comment dirais-je, pour faire finir le saignement, elle consiste en une vasoconstriction. Riche tout bien, je vous montre comment elle se fait. Donc, elle doit se faire plus classe, plus bien. Il est mort la quatrième année, cinquième année, sixième année. Je sais pas. Même chose qui se fait au donc, mais tu vas donc, endothélium vasculaire. Alors, on a l'hémostase primaire. Rakzoli, rien mal l'hémostase primaire. Endothélium vasculaire, les plaquettes, les facteurs plasmatiques, les homa facteurs de Willebrand et fibrinogènes. Ok. Très bien. Donc, elle consiste en une vasoconstriction et en l'adhésion plaquettaire au vaisseau. Il y a une entre parenthèses pour boucher, ok, pour stopper le saignement. Voilà, au vaisseau sanguin, lésé, bien sûr, lésé, et en l'agrégation plaquettaire entre elles. Très bien. Hukama, les principaux acteurs de l'hémostase primaire sont les vaisseaux. C'est tout à fait normal parce qu'ils sont lésés. C'est ça, c'est pour ça. Parce que les vaisseaux, les plaquettes, il y a ibara an ummal li yisqo yidiro كل واحد يحكم يد بعضاه باش يمنعوا الدم يخرج من هذاك لا بريش. Et deux facteurs. Donc, فهمنا, c'est bon. Les principaux facteurs, c'est les vaisseaux, l'awiya damawiya, comme endothélium. Les plaquettes, les homosafaïch damawiya, les facteurs plasmatiques, les maujoudin fiddem, c'est le fibrinogène, l'adi tasma'ouhu l'kabit, ok, l'irayeh, houa, sinsla, l'irayeh tarbat,
ما بين صفيحه دمويه واخرى. اي لو فاكتور فان ويل براند اللي يسميوه في دبليو اف، اوكي فان ويل براند فاكتور سي سا، يعني كي تشوفوا في دبليو اف كي بارتيسيب ايغالمون ا لا كواغولاسيون بيان سور سي توجور بارتيسيب ا لا كواغولاسيون باسكو ديروا تحت الفاكتور هدايا عندكم في الكورولا ديروا سي نسميوه ان جلو لو جلو ذا جلو معناتها الغراء ديروا في بالكم راهو غراء سي تادير كو يروح الغراء يتفركدو كيما نقولوا حنا يتفركدو الصفائح الدمويه سي بون راحت ديما نبنيو السعر لو كلو بلاكيتير ومن بعد باش تجينا كواغولاسيون اوكي متفاهمين تري بيان فوالا حبيت هنايا لازم نعرفو اوكي دائما نعرفو واش رانا ما هي العناصر اللي رانا نتعاملوا معاها لذلك درت لكم وش هي الصفائح الدمويه لازم تعرفوها دونك لي ميغا كاريوسيت حكماء ميغا كاريوسيت علاه سموها ميغا كاريوسيت معناتها الخلايا ذات النواه الضخمه اوكي الخلايا ذات النواه الضخمه هذه هي الاصل تاع تشكل الصفائح الدمويه فوالا هذه الخلية الحكماء نلقاوها غير في نقي العظام لا موال اوسوز باش يكون في عندكم هذه الخليه نلقاوها غير في لا موال اوسوز وقلت لكم سموها ميغا كاريوسيت ميغا سي حاجه ضخمه كاريو سي بارابور او نوايو سيت سي اون سيلول دونك الخلايا ذات النواه الضخمه اوكي تري بيان دونك واش يصرى لها كي تخرج من نقي العظام تولي تتقطع اوكي شتو هادو لي كونتر بارونتيز سكون اون ابل لي فراغمونطاسيون تصرى لها اون فراغمونطاسيون اوكي دو لا ممبران سيتوبلازميك وتتقطع كل مره تدي بارتي وفيها دي زورغانيت عضيات اوكي ومن بعديتك راح شفتوا هذو شفتوا العضيات هذيا وفيها كذلك دي فيزيكول كي كونتين دي سوبستانس اللي راح نشوفوهم من بعد اللي هما مثلا لا سيروتونين اللي هما الا دي بي ادينوزين دي فوسفات راح نشوفوا بزاف اسمه ترومبوكسان اوكي هذو كامل موجودين داخل الصفائح الدمويه هذا باش تفهموا كي نقول لكم بعد بيقولوا لكم اي سيكريتي ونلقاو لازمنا نعرفوا منين جاونا هذوك المواد ما نحكيوش على فيغل اون دو كونيت بريميرمون سي كوا لي بلاكيت سانغين اوكي سي كوا سو فاكتور لا سي كوا لو فيبرينوجين ايتترا بور انسويت كونيت لي موستاس بريمير سي كوا لي موستاس بريمير ما نقدروش نعرفوا حنايا لي موستاس بريمير ونفهموه بلا ما نفهموا العناصر المشاركه فيه فوالا دونك شفتوا هادو القطع الصغيره هادوما سي ستادير لي بلاكيت سانغين ولا نسميوهم حكماء حطوا تساوي عيطوا لهم لي ترومبوسيت ترومبوسيت يعني الخلايا المشاركة في عملية الترومبوز ترومبوز معناتها كومون ديراج بوشي كيلكو شوز اوكي ترومبوز فوالا سي سا هذه الصفيحة الدمويه شتو هادو الصغيرونين هادوما ها هي بالتكبير ديالها شتو كيفاش فوالا شفتو كيفاش لي فيزيكول هاو قال لكم فيهم لو كالسيوم فيهم لا دي بي فيهم لا سيروتونين سي سا كي تقولوا لي من المواد هذوما من يجوني من بعد كاين في الكور نقول لكم راهم موجودين داخل الصفيحه الدمويه الفعاله اوكي لي ترومبوسيت اكتيف خلاص دوك ما عادش تخلطوا دونك هذه الخليه ما نلقاوهاش في الدم نلقاوها في نقي العظام اوكي وهذه هي لا فورم دونك هذه لا فورم تبعوا معايا مليح هنايا سي الصفيحه الدمويه هنا مقبل ما تولي ما دخلتش في ليموستاز شفتوا كيفاش راهي بريسك يسميوها نقولوا له سي تان ديسك بي كونفكس محدب الجانبين او كونترير او غلوبول روج كي ريبريزونت ان ديسك بي كونكاف لي بلاكيت سي تان ديسك بي كونفكس بصح كي عودوا كاينه اكتيفاسيون شوفوا كيفاش يخرجوا هاد لي برولونغاسيون تر بارونتيز ديروا في بالكم يشبهوا اليدين اوكي كي شغل يدين باش كل يد ويد يلصقوا مع بعضهم ويلصقهم بوكو بلوس ان بون اللي هو لو فيبرينوجين شفتي ها ولا فورم حكماء شفتو لا فورم اناكتيف اللي هي هاديه اوكي لا فورم اكتيف ها يشوفوا سبحان الله لا فورم اكتيف فريمون دي برولونغاسيون اوكي كي فون ايدي سي ترومبوسيت اكتيف دو فير ان كلو بلاكيتير توجور سي سا شوفوا المراحل ما نكذبش عليكم انا ما نشتيش دائما الانسان يفهم واش راهو يتعامل واش هي الخليه راهو يتعامل معها فوالا شوفوا المراحل كيف تتكون فوالا ميغا كاريوسيت تا 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 لو لا مالوسوز انسويت لي برولونغاسيون تتقطع ومن بعد تتحول الى
صفائح دمويه او ترومبوسيت. فوالا شوفوا هنا في الشكل برك، يعني كي تشوفوا هادو لي برولونغاسيون معناتها راهي اكتيف. اوكي هنا سي ريد بلاد سيل هي لي جلوبول روج، جلوبول ان جلوبول روج، هنايا ان جلوبول بلون، اي سا سي سي انتر بارونتيز ترومبوسيت. تري بيان سي سا لي بلاكيت نسميهم حكماء لي ترومبوسيت. واو راكم تشوفوا فيهم هنايا، شفتوا هادو اون موف اون فيولي، سي لي فيزيكول كي كونتيان دي دي برودوي. فوالا تري بيان. فوالا زيدوا تشوفوا لي بلاكيت باش مره خلاف ما زيدوش تروح لكم. فوالا سي سا لي بلاكيت. وشفتوا كي عاد عندهم لي برولونغاسيون، يعني معناتها راهم سو سون دي سيلول كي سون اكتيف، كي سون اكتيفي. تري بيان. اي سا سي لي بلاكيت كوم تشوفوا فيهم. فوالا هنا حكماء راهي فلام ولا سوزا، شتو ميغا كاريوسيت، شتو كبار، شتو ميغا كاريوسيت، شوفوا لو نوايو شحال كبيره. فوالا تري بيان. لا فيزيولوجي دوك راح نبداو في الصح، سي كوا لي زيتاب. اوكي جيسبر دونك المقدمه كانت مقدمه توضيحيه. لا فيزيولوجي حكماء لو طون فاسكولير، دونك ديروا في بالكم بلي لي موستاس بريمير فيه دو طون، فيه لو طون فاسكولير اي لو طون بلاكيتير. سيتادير لازمني نهيئ باغ اكزومبل باش انا نزرع نبته، لازمني نهيئ التربه باش نقدر نزرع النبته. ديروا لي التربه هي لو طون فاسكولير اوكي، والنبته ديالي ريبريزونتي بار لي بلاكيت سانغين. هكا هزو هاد ليكزومبل تري تري كلير. Le temps vasculaire, les vaisseaux lésés, bien sûr, se contractent. Ça rend une vasoconstriction, les canchefs au spasme. La diminution du calibre peut atteindre 40% de sa taille initiale. OK les, يعني نقصوا 40%. Peut atteindre 40%. Par exemple, le chauffe معايا مليح. مثلا زعما تخيلوا فقط، مثلا زعما مثلا ان فيسو فيه 1 سنتيمتر. OK دونك يقدر يولي 0.4 مليمتر. متفاهمين؟ ملي كان 1 سنتيمتر يولي 0.4 ملم. شفتوا كيفاش لو ديامتر، شفتوا كيفاش صغار. هذه واش حبيت بريسك هكذا. لي بلاكيت رونفورس سيت فازو كونستريكسيون بار لا ليبراسيون دو سيروتونين، اللي راح نشوفوه من بعد. سما سي ان سيكل، سي ان انتر بارونتيز سيركل فيسيو، هذا كياثر على هذا. دونك راح نشوفوها. لي بلاكيت رونفورس سيت فازو كونستريكسيون بار لا ليبراسيون دو سيروتونين. دونك لا سيروتونين، لا سيروتونين سي اون سوبستانس فازو او بيان فازو كونستريكتيف. اوكي لادرينالين سي لو سيستيم، لادرينالين اوسي ميم يجي من لو سيستيم نيرف سنترال، سي لو سيستيم نيرف سيمباتيك. لا نورادرينالين لو سيستيم نيرف سيمباتيك. Thromboxane A2, c'est-à-dire qu'il est sécrété par les plaquettes. Donc, c'est surtout sérotonine, adrénaline, noradrénaline et thromboxane. Le temps plaquettaire, c'est le temps vasculaire, c'est le temps plaquettaire. Donc, ça va, donc, il y a notre turban, ok? Nous avons maintenant les plaquettes sanguines, ou je vous le dis. Je vous le dis que l'endothélium lésé, entre parenthèses, ne joue plus son rôle physiologique anti-hémostase. C'est-à-dire que, bima enno sarat une brèche, donc, le khat difa'i l'awwal, le mutashakkil, yani le mutamathil f la peau, rah, ok. Donc, shkoun, il jim les plaquettes, adhésion des plaquettes, il se ressent, ou sous endothélium, grâce à un récepteur membranaire, la glycoprotéine, glycoprotéine 1B. ما تخافوش، يعني قلت لكم اني درت لكم التصويره، بربي ان شاء الله تفهموها تري تري بيان. غليكوبروتين 1B، معليش ندير لكم التصويره باش تشوفوهم تفهموا باك. غليكوبروتين 1B، شوفوا هذه البلاكيت سانغين، هذه الصفيحه الدمويه، راكم تشوفوا فيها، ها هي الصفيحه الدمويه. الصفيحه الدمويه فيها نوعين من ال كيف نقول كيف نقول دي ريسبتور، مستقبلات، نوعان من المستقبلات الغشائيه ديالها. فيها لو غليكوبروتين 1B، هذا اللي هو اللي درته لكم باللون الازرق، وواحد نسميوه غليكوبروتين 2B 3A. اوكي ما لقيتش ارقام رومانيه، درت لكم بال 2B، هو هذا هو الصح. غليكوبروتين 2B 3A هذا اوموف، متفاهمين؟ وهذوما لي هذوما لي كومون ديراج لي فيزيكول كي كونتيان لي سوبستانس. اوكي فوالا، دونك هذه هي الصفيحه الدمويه، عندها دو type de récepteur li huma glycoprotéine 1B et glycoprotéine 2B 3A. Hadi bach tfahmou bak ki n3ad nhki hnaya. Galkom had entre parenthèses le récepteur membranaire glycoprotéine 1B hahou li rsamtou lkom. Hada huwa li rouh yelsq lna f'endothélium.
Voilà, par l'intermédiaire du facteur Wilbrand, bien sûr. C'est-à-dire que شفتوا هنايا ها هو الويل براند. الويل براند اصلا موجود في الدم، كي تصرى اون ليزيون شفتوا الويل براند يروح il va entre parenthèses تصرى له اون ميغراسيون، اوكي يصرى له هجره نحو المنطقه المصابه. كي تصرى له المنطقه المصابه هذا لو فاكتور يلصق في الكولاجين في لا بارتي سوز اندوتيليال، هذا هو الاندوتيليوم، اوكي كي يتقطع يصرى له اون ليزيون يبقى شكون اللي معرض؟ سي سكون اون ابل لو سوز اندوتيليوم، تحت الاندوتيليوم، اوكي ظهاره الغشاء اللي تحتوي على كولاجين. الكولاجين هذاك هو التراب، اوكي يجي لو فاكتور يلصق فيه، هو كيعود كل شيء بيان ما يلصقش فيه، بصح كي يلقى الكولاجين يلصق. فوالا تجي الصفيحه الدمويه بلو هاد لو ريسبتور تلصق فيه، سي سا لو ريسبتور غليكوبروتين واحد بي، متفاهمين؟ يقولك سو فينومين اي تري رابيد اي بروفوك لاكتيفاسيون دي بلاكيت. دونك صرا لاكتيفاسيون دي بلاكيت، شو معناتها حكماء لاكتيفاسيون دي بلاكيت؟ معناتها تتحول الى هذا الشكل. ما تسرعوش، راني نحوس نقرا لكم ساعه من بعد ندير لكم في التصويره. لي بلاكيت حكماء اكتيفي اللي كان شفتو في التصويره، سي سا لي بلاكيت اكتيفي. شفتو كيفاش عندهم دي برولونغاسيون، عندها استبالات، واش يصرى لها؟ شونج دو فورم تري بيان اي ليبر دي سوبستانس ايون اون اكسيون اغريكونت، تساعد على تساعد على تجمع الصفائح الدمويه. لا دي بي اللي هو ادينوزين دي فوسفات، عندنا لادرينالين، لا نورادرينالين، اوكي ترومبوكسان ا2، متفاهمين؟ سي زيليمون الحكماء vont provoquer l'agrégation plaquettaire par l'intermédiaire des molécules de fibrogène. Les quinze fibrofluides, je vous dis comme fibrogène, il y a, ce sont des ponts. Les scores, ils sont liés et donc les prolongations sur les plaquettes où ils seront fibrobarons en présence de calcium. Bien sûr, les mélos avec le pont, les mélos taqa. Donc il y a cool où il y a cool calcium où ils sont liés d'une sur les plaquettes sanguines qui se fixent sur un récepteur de la membrane plaquettaire. Ah ah, fibrinogène. Il sort pour le récepteur, il s'appelle le glycoprotéine 2B3A. Les gouttes, comme elle est, le fibrinogène, le fibrinogène. Il sort le glycoprotéine 2B3A. Même, donc, je vous fais là, voilà. Là, m'a formé, le coutelet hadic, par ces plaquettes fusionnées. لسقين في بعضهم كي شغل راكم تبنيو في صور، اوكي اي تابلي لو كلو بلاكيتير ولا لو كلو ايموستاتيك ولا سميو كذلك لو ترومبوس بلون، باسكو ما فيهش الكريه الدمويه الحمراء، ما نلقاوهم غير في التخثر، سميناه لو ترومبوس بلون. تري بيان. بون شفتوا كيفاش؟ دونك لا ليزيون تو كور، لا ليزيون حكماء صرا اون ليزيون. Ce phénomène, yani la lésion, induit une réactivation vasculaire vasoconstrictrice ayant pour effet, d'une part, de diminuer la vitesse locale de passage de toutes les protéines okay, et éléments sanguins, et d'autre part, d'augmenter la concentration locale de certains médiateurs. C'est logique parce que le diamètre va diminuer. Voilà, c'est ça. Okay. Après une phase d'agrégation, les plaquettes peuvent fixer le sous-endothélium. Je vais vous donner un peu de temps pour vous voir dans la vidéo. Pour vous voir dans la vidéo, vous comprenez ce que je vais vous dire. Okay. Après une phase d'agrégation, les plaquettes peuvent fixer le sous-endothélium par l'intermédiaire du facteur de von Willebrand. Vous comprenez que le facteur est le tarab. Et la sous-endothélium de la sous-endothélium est une sorte de nabta. خلاص اي جو فيبرينوجين. فيبرينوجين سي لو بون كي فا اونت بارونتيز كي فا كي فا بونتي لي يلصق لنا الصفائح الدمويه مع بعضهم ريسبكتيفمون لو سوزوندوتيديوم او بروتيين 1 بي 2 بي اي 3 ا دي بلاكيت. لي بلاكيت ديسكويدال او روبو حيت شفاو ها سي سي ديسكويدال او روبو فوالا شوفو بريسك سي ان ديسك فوالا تتحول شوفو شي يقولكم اوكي prennent alors une forme sphérique ou dire des prolongations. Une amplification du phénomène conduit à la formation d'un thrombus blanc, caillot sanguin constitué de plaquettes agglutinées les unes aux autres auxquelles s'accolent les leucocytes.
Voilà, les plaquettes interviennent dans l'hémostase primaire en fixant un complexe prothrombinase qui transforme la prothrombine en thrombine, la thrombine étant elle-même responsable de la dégradation du fibrinogène en fibrine. Bien sûr, c'est après Hnaya la coagulation. Donc, نديرلكم القصة اللي رايحين تفهموا بها. أول حاجة تبعوا معايا. أول حاجة صرا une lésion. Par exemple, واحد قاسو par exemple, je sais pas, par exemple, زجاجة. تقطع له par exemple جزء من الكابيلير ديالو في صبعه ولا ليسونسييل في اليد ولا. Voilà. Donc, l'endothélium. OK. Donc, كاينة مواد في الدم نسميوهم اندوتيلين وكاين هذه ce sont des substances vasodilatateurs. وهذوما سي vasoconstrictrices. OK. بمعنى الاندوتيلين الحكماء دونك فور صار une lésion comme ce qu'on appelle nerve reflex. صار une vaso هاني درت لكم المراحل هنايا 1 2 3 4 يعني التصويره هذه باذن الله تكفيكم كي تفهموا لو كور بربي ان شاء الله تفهموا معايا بون تهزوا التصويره هذه باذن الله تجيكم سهله فازو كونستريكسيون سيتادير تقلص الوعاء الدموي سي كوم ان نيرف ريفلكس يعني منعكس عصبي المنعكس العصبي هذا شفتوا كيفاش درت لكم التصويره شوفوا كيفاش تقلص لو ديامتر عندما تقلص لو ديامتر بار كان ميكانيزم بار نيرف ريفلكس ومن كاين دي سوبستانس كيل سون سي سوبستانس لا كاين هنايا موجودين واش يسميوهم هنا باغ اكزومبل كاينين لوندوتيلين واش يدير هو اللي يروح ينقص من لو ديامتر هو في الحاله العاديه كاين لوندوتيلين كاين البروستاسيكلين كاين المونوكسيد دازوت اللي كان تعرفوه اللي هو ال ان او اوكي هنايا نو بما انه كاين ليزيون بما انه كاين نيرف ريفلكس درنا اون فازو كونستريكسيون سيتادير كو هادو ينقصوا ليكسبرسيون ديالهم وتزيد ليكسبرسيون تاع لوندوتيلين لوندوتيلين شوفوا ني درت لكم يدير لنا اون فازو كونستريكسيون فوالا انخفاض او تقلص الوعاء الدموي متفاهمين دوزيام دي شوز دونك اديزيون دي بلاكيت يعني كيف نقول اديزيون هي كيف نقول اديزيون التحام فوالا التحام الصفائح الدمويه لازم تلتحم في المنطقه المصابه اوكي لازم باش تبوشي لنا هاد لابغيش هادية لازم يجيو الصفائح الدمويه دونك هذه المراحل ربي سبحانه وتعالى تقول لي علاه نقول لكم باللي المراحل تبدا من 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 كومون ديراج من لي بارتيكول الصغيره باش ما ينفذ حتى حاجه حتى لي بارتيكول الكبار اللي يجيو من بعد الصفائح الدمويه يجيو لي غلوبول روج اكسيتيرا لي لوكوسيت دونك في الحاله العاديه هاو الدم لو بلازما شوفوا لو بلازما واش فيه يمشي في الدم سمو فون ويل براند فاكتور اللي هو لو فاكتور دو ويل براند اللي راحين نشوفوها وكاين في الدم كذلك نلقاو الفيبرينوجين او يمشي في الدم باسكو اي سيكريتي او بيان اي برودوي بار لو فوا الصفائح الدمويه راهي جاتنا تشفاو من نقي العظام بعد ما صرات اون فراغمونتاسيون تاع الميغا كاريوسيت دونك الصفائح الدمويه هذه كي تخرج ناضجه بصح ماشي ناضجه فعاله للايموستاز اي مازالت ما صراتلاش اكتيفاسيون هاي الاكتيفاسيون ديروا في بالكم باللي الصفائح الدمويه كنقولوا باللي راهي اكتيف عندما تحتوي على دي برولونغاسيون يتغير شكلها من الشكل ديسكويدال الى شكل برسك ابلاتي اوكي افيك دي برولونغاسيون فوالا دونك الصفيحه الدمويه اللي تمشي في الدم هي قاعده تمشي 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 دونك هي والفاكتور الصفيحه الدمويه عندها مستقبلان نوعان من المستقبلات الغشائيه اللي يعاونوها على لاديزيون اوكي يعاونوها على لاديزيون و اي لا لاغريغاسيون دونك هاد لو فاكتور غليكوبروتيين 1 بي ها شوفوا هو 1 بي يعني ذا فيرست دونك عندنا الفاكتور دو ويلبرن ثاني وقاعد يمشي في لو بلازما يروح يمشي يمشي كلشي راهو هنايا تري بيان تري بيان تري بيان بيستي بيستي هنايا كاينه مشكل كاين اونتر بارونتيز كيفاش نقولوا تخيلوا كي شغل بلاصه قاعد يمشي فيها يجلسي يجلسي كاينه بلاصه هنا كاين الاحتكاك بزاف كبير دونك هنا لو كولاجين يجي لو فاكتور دو ويلبرن يلصق باسكو سي اون زون ليزي الكولاجين باين يلصق في المنطقه نسميوها المنطقه سوزوندوتيليوم كي يلصق دونك هذه هي كذا تمشي دونك واش دير تلقى كاين هناك تكامل كومبليمونتاريتي مع لو ريسيبتور غليكوبروتين 1 بي كيفاش تهزو قلت لكم
the first كي تلقى واحد بي سي لا بروميير ايتاب يلصق تلصق الصفيحه الدمويه الاولى تلصق مع واش مع لو فاكتور دو ويل براند متفاهمين اي بيان خي قلنا واش هما العناصر المهمه سي لي فيسو سيتادير لوندوتيليوم Et plus précisément, c'est le sous-endothélium, avec le collagène, ok. On va dire qu'on a les platelets, les plaquettes sanguines, ou les facteurs plasmatiques, on a les deux facteurs, le facteur, c'est un glue, it's a glue, c'est un rira, ok. Ou le fibrinogène, il est موجود في الدم. Très bien. لصقت الصفيحه الدمويه صارت لها اون اديزيون دي بلاكيت ممتاز انا درت لكم دي فلاكس دي درابو باش تفهموا المراحل لصقت تري بيان كي تلصق بعد تصرا لكم على بالكم سو ميساج دي اون كاسكاد اوكي مجموعه من كومون ديراج اون كاسكاد دو رياكسيون مجموعه من التفاعلات تؤدي الى سكون اون ابيل ثالثيام ايتاب سي لاكتيفاسيون اي لا ديغرانولاسيون على بالكم صرا اون اكتيفاسيون يتغير شكل الصفيحه الدمويه تصبح صفيحه دمويه فعاله او صفيحه دمويه نشطه تري بيان ودير اون ليبراسيون اون ديغرانولاسيون ديغرانولاسيون سي لا ليبراسيون دي غرانول ا بارتير دي فيزيكول كي سون ديجا كونتينو دون لي بلاكيت سانغين من قبلها شفتو هادي درتو هنايا اون اورانج بلونج وهنايا اون بلو Voilà, ça sera comme une dégranulation ou تغير شكل الصفيحه الدمويه. Très bien. Troisième des choses, ديروا في بالكم باللي راني عاده مانيش نحكي على deuxième récepteur membranaire. حكينا على le premier récepteur membranaire, le glucoprotéine 1B. Donc cette dégranulation, ديروا في بالكم حكما باللي المواد الموجوده داخلها c'est le alpha اللي هو le bleu. C'est le alpha quelque chose. On tourne aussi hem comme, hem comme je tourne à bon, n'ayant en pardon en orange, c'est le alpha, voilà. En bleu, c'est le sac. Mais je m'en fiche. Limite sac. S, c'est la sérotonine. Les rares easy, des affaires à la vasoconstriction. Comment dirais-je? Pour contrôler l'hémorragie. A, c'est par rapport à adénosine diphosphate. Les chenef kubila ou chenouet. C'est le calcium. Le calcium, les rayons, le fibrinogène, pardon, les autres plaquettes sanguines. Donc, où est-ce qu'on a? On a vasoconstriction et réflexe. Donc, ça sera une vasoconstriction. Bon, demain, il y a une fille, le facteur de Wilbrand, il y a une place, comment dirais-je, lésée. Ok, il y a le collagène, il y a une sous-endothéliale. دونك الصفيحه الدمويه تمشي 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 تقول كاين هناك كومبليمونتاريتي تلصق اوكي تلصق في الفاكتور هذايا بار لو غليكوبروتين 1B كي تلصق فيه تصرا اون كاسكاد دو رياكسيون يؤدي الى تفعيل الصفيحه الدمويه وجعلها من صفيحه دمويه خامله الى صفيحه دمويه نشطه الصفيحه الدمويه النشطه وشي صرا لها تتغير او يتغير شكلها يتغير ميم الشكل تاع لي ريسيبتور بيان سور هناك كومون دير تفاعلات الريسيبتور الثاني فقط اوكي و صرا لها اون ديغرانولاسيون سيتادير اون ليبراسيون دي سوبستانس هاد لي سوبستانس هما خاصه مجموعه في كلمه ساك هزوهم سيروتونين ا دي بي والكالسيوم وكذلك ترومبوكسان تي اكس اي 2 Thromboxane Hukama A2, il y a une vasoconstriction. La sérotonine, il y a une vasoconstriction. Le calcium, il y a un fibrinogène, il y a l'agrégation. Très bien. Qui ça, vous faites ce que vous faites Il y a un fibrinogène, il y a un fibrinogène sécrété ou bien produit par le foie. Il y a une complémentarité. Le récepteur glycoprotéine 2B3A, lequel je trouve que c'est un roulé, ok, qu'un spirale, il vous lit après l'activation d'IELU, il vous lit linéaire, mais ce sera une complémentarité avec le fibrinogène. Il sort, qui il sort le fibrinogène avec la plaquette number 1. Dirou fi balkom bark faqat hukama, je touche ce que c'est, ok, parce que je ne peux pas vous montrer
باش نفهمكم كيفاش يصرى الاكتيفاسيون. تخيلوا هذا الشكل ولا هنا، يعني هذه الخليه بعد راهي تحولت كي من هكذا، اوكي، بيسك لازم تبقى في بلاصتها باش تجي الاخرى، باش تجي فيبرينوجيني لصق لها واحده اخرى صاحبتها، اي انسي دو سويت. فوالا، دونك يصرى هذاك لو ريسيبتور فيبرينوجين يلصقوا مع بعضهم، اي ابري ابري بلوزيور بلوزيور بلوزيور، دونك تصرى يصرى اون اغريغاسيون بلاكيتير اي لا فورماسيون دان كلو بلاكيتير بلاتيليت بلاك، هذا ان انجلش، اوكي، اسمها بلاتيليت بلاك. سي سا ليموستاز بريمير، جيسبر المراحل مفهومه، جيسبر ان شاء الله. فوالا، دونك والله نقول لكم هذه فريمون صدقوني تعاونكم بزاف 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 ليماج، اي جي في لو ماكسيموم باش نختصر لكم فيها قدر المستطاع. لا فازو كونستريكسيون، اوكي، اديزيون دي بلاكيت، اكتيفاسيون، فوالا اكتيفاسيون، فوالا سي لاديزيون، تلصق وبعد ترى اون اكتيفاسيون. تخيلوا هاد التصويره بعد راهي اللهن، انا حبيت نديرها لكم واحده اخرى باش نوضح لكم احسن واحسن. ومن بعد يتكل فيبرينوجين، فيبرينوجين المعروف اللي هو لو فاكتور نيميرو 1 دو لي فاكتور دو كواغولاسيون. فيبرينوجين هذايا يجي في ليموستاز بريمير، عنده كومبليمونتاريتي مع هاد لك لي ريسيبتور كي دو بلاكيت، اوكي، ومن بعد يلصق يجيب الاخرين، يجيب الاخرين يصرى لهم اكتيفاسيون. بيان سور ما تنساوش بلي راهي كاينه اكتيفاسيون، بيان سور توجور راهم بزاف، ما تخيلوش وحده برك، اي وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته، راهم ملايين لا ما كانش اكثر. دونك ويلصقوا في بعضهم بعض ويدير ان بون اونتر لي بلاكيت سونغي كي سون اكتيفي، تحولوا الى هذا الشكل، اوكي، ديروا في بالكم بلي راهم اكتيفي. دونك تري بيان، هنا فقط صوره برك باش نقول لكم برك هنا سي لا فازو كونستريكسيون، اوكي، سي سا لوندوتيليوم. هاي شوفوا هنا لا ليزيون، شفتوا سايت اوف انجوري سيتادير لو سيت دو لا بلي ريفلكس فازو، دونك سي سا، فوالا لا فازو كونستريكسيون، هنايا نيرف ريفلكس فقط، فوالا. وهنايا التصويره نعت لكم التصويره باش كي نقول لكم بلي صورت كي درت لكم هنا الشكل، ها هو بريسك هذا هو، نو سي سا الشكل تاع لو فاكتور ويل براند فاكتور، اوكي سي سا. شفتوا لا بارتي ليزي ما فيهاش لوندوتيليوم، دونك فوالا فيها غير هنايا سي 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 دو كولاجين. فوالا شفتوا الصفيحه الدمويه، فوالا شوفوا الصفيحه الدمويه تلصق، شفتوا كيفاش مدايره الصفيحه الدمويه افيك لو ريسيبتور غليكوبروتين 1 بي، وتفكروا ذا فيرست، اوكي، يلصق، اها تري بيان. الفيبرينوجين هو اللي يدير لو بون او بيان دي بون، اوكي، يلصق ما بين لي بلاكيت سانغين اكتيفي، تري بيان، فوالا. Et bien sûr, donc ADP qui est sécrété par head ou bada, la dégranulation des plaquettes sanguines. Très bien. Là, je vais vous montrer ce que c'est quoi ça. Très bien. Voilà, la primary hemostasis, la même chose. Le collagène. Et là, je vais vous montrer comme la médecine, c'est des images. First, il y a platelet adhesion, c'est-à-dire que, شوفوا هزوا لي التصويره هذه، شوفوا لكن هزيتوها وفهمتوها معايا صدقوني باذن الله تسهل لكم الامور باذن الله. دونك سي سا، هزوا لي زيتاب هذوما، فازو كونستريكسيون، اديزيون دي بلاكيت، اكتيفاسيون اي دي غرانولاسيون، فينالمون اغريغاسيون بلاكيتير اي فورماسيون دان كلو بلاكيتير. فوالا هذه التصويره سي لا ميم شوز، بلاتيليت دونك صرا اون اديزيون افيك لو غلوكوبروتين نمبر 1 لكن شفتوا، شفتوها والفاكتور دو ويل براند كي شغل التربه، اوكي فوالا، يلصقوا فيه الصفائح الدمويه وبعد صرا اون اكتيفاسيون، شفتوا الاكتيفاسيون شيب تشينج ملي كانت مداو تولي، دونك فوالا تصرا لها دي برولونغاسيون، سي كي شغل زعما تخيلوها كي شغل كيفاش نقولوا حنايا، كيفاش نقولوا الاجر اللي يبنيو به، فوالا سي سا، بعد يترسو. يعني قلت لكم اوكي بزاف لي فاكتور دو ويبان، ماشي واحد مش زوج، هنايا رسمت لكم، رسمت لكم وحده باش تفهموا، اوكي راهم بزاف بزاف بزاف، فوالا تري بيان، يلصقوا في بعضهم. ومن بعد واش تصرا دي غرانولاسيون، راكم تشوفوا ها هم المواد غرانول ريليز ADP, thromboxane, sérotonine, on a parlé pas mal de choses, calcium, etc. Et finalement, il se trouve dans une agrégation. Il y a l'agrégation, c'est avec le collagène, pardon, avec le fibrinogène, il se trouve dans parce que même après la coagulation, il se trouve dans fibrinogène et la fibrine. باش يلصق باش يصيد كذلك الكريه الدمويه الحمراء باش تولي كومون ديراج ملي تكون ترومبوس بلون يولي ترومبوس
rouge. Donc, هذا واش حبيتكم تفهموا. Voilà, toujours vessel injury, ok. Sera un spasme. هاي الكلو بلاكيتير. C'est ça le clou plaquettaire, يجي الصفائح الدموية. Donc, شوفوا تتحول من شكل غير مفعل إلى مفعل. Mais après, bien sûr, comment dirais-je, ils seront مع الفاكتور de Willebrand, ok. Et fibrine هذه في la coagulation. Voilà. C'est ça l'adhésion plaquettaire. Toujours حكماء بهت صرا هاهو بهت صرا لنا شوفوا لو فاكتور دو ويلبراند شفتوا هاهو دونك الصفيحه الدمويه قاعده تمشي في امان الله دونك تلقى كاين هناك كومبليمونتاريتي افيك لو غلوكوبروتين 1 بي 1 بي دونك تلصق فيه اي دونك تكمل الايموبيليزاسيون سي 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 تلصق فيه تري تري بيان اوكي اي فينالمون من بعد صرا لاكتيفاسيون اي اف سي دو سويت هنا فقط هنايا برايمري هيموستيزيس بلاتيلت بلاك كيفاش تتشكل هنا صرا اون اديزيون ومن بعد صرا لاكتيفاسيون سي توت افي نورمال اديزيون افيك لو فاكتور اوكي فاكتور دو ويلبراند اونسويت صرا لها لاكتيفاسيون يتغير شكلها وتقوم بلا ديغرانولاسيون اوكي ومن بعد ديك لاغريغاسيون لاغريغاسيون يجي الفيبرينوجين راك تشوفوا الفيبرينوجين حكما شفتوا يدير دي بون ما بين لي بلاكيت سانغين بور فورمي سكو لون ابل واش نسميوه نسميوه لو كلو بلاكيتير او بيان لو ترومبوس بلان تري بيان لو كور تاعكم وليو لو كور تاعكم دونك جيسبر ان شاء الله تكونوا تفهموا تري 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 بيان باذن الله دونك باثولوجي ايموراجيك دو ليموستاز بريمير دونك ليموستاز بريمير تو كما دار لكم ساعه رابيل فيزيولوجيك C'est un temps pour arrêter, c'est le temps pour arrêter une petite hémorragie. Je fais une petite hémorragie. Alors, vous avez entre parenthèses, ok? Moi, je rappelle, essentiellement des petits vaisseaux. Comme tu m'as dit, on a presque, normalement, pour le moment, on a comme fermé. Donc, gunna petit vaisseau, voilà, obstruction de la plaie, vasoconstriction immédiate dès la rupture du vaisseau, ok. Vasoconstriction, petit vaisseau uniquement, passive, élasticité de la paroi, puis actif par contraction réflexe, le système sympathique des muscles lisses, prolongé et accru par substances libérées par les plaquettes, l'adrénaline, la sérotonine, Richfeul, Kelimat, sac, thromboxane A2, diminution jusqu'à 40% du diamètre du vaisseau, ralentissement du débit sanguin favorisant les interactions entre plaquettes et endothélium. Ok, c'est la vasoconstriction. B, adhésion plaquettaire. Boutulkom hezzo hadit suera bi idni utuklu larbi. Ok, c'est presque... Elle est plus claire. Donc, ou sous endothélium vasculaire, mise à nu lors de la lésion vasculaire, collagène, grâce aux facteurs von Willebrand synthétisés par les cellules endothéliales. Donc, maujoud fi ddem, ou كذلك يصنع من طرف les cellules endothéliales. Activation plaquettaire, عرفنا واش هي l'activation, يتغير شكلها ثم تقوم ب بلا sécrétion, بإفراز أو بإطلاق ببعث les substances ديالها اللي كانوا مخبيين في les vésicules. Agrégation plaquettaire permet la formation de pans fibrinogènes en présence de calcium entre les plaquettes voisines grâce à un facteur glycoprotéine de B3A. Donc, هذا يلصق مع fibrinogène, يلصق مع glycoprotéine de B3A, alors خرج plaquette sanguine, l'autre plaquette sanguine, et ainsi de suite. Quatre éléments sont donc impliqués dans l'hémostase primaire. On a deux cellules et deux cellulaires et deux plasmatiques. Voilà, deux cellulaires, cellules endothéliales, action antithrombotique et antiadhésive, les plaquettes. Deux plasmatiques ou camères, et vous savez comme le facteur de von Willebrand et fibrinogène, le facteur 1 de la coagulation. Une anomalie au niveau de la paroi vasculaire, c'est ma batsara vasoconstriction. ما كانش الحوايج دي بلاكيت كذلك ناقصين ولا ماهمش فعالين فاسدين اونتر بارونتيز مشوهين او دو لانتيراكسيون دي دو سيكسبريم بار ان سيندروم ايموراجيك ا تيب دو بوربورا انا قريب خاصو الحكماء ادري مع الصلاه على بالي باش نصليو لذلك دو بريفيرونس نخليو ان شاء الله ونروحو نصليو اوكي لو دياغنوستيك بوزيتيف حكماء تاع لي باثولوجي دو ليموستاس بريمير جي دي اوكي ان شاء الله شوفو جيسبر تكونوا فهمتوا لا فيزيوباث ou bien la physiologie de l'hémostase primaire, c'est bon. Les signes cliniques, le diagnostic clinique positif, qui est une mouchkul dans l'hémostase primaire. Il y a que ce soit qui est une mouchkul dans la paroi, c'est-à-dire l'anansir le mouchakila ou le moussahima dans l'hifaz à la tachkil l'hémostase primaire, c'est qui est affaire à l'amarade, l'idgi, ça affaire à l'hémostase primaire. Voilà. Les signes cliniques, le purpura. C'est quoi le purpura, Hukama?
L'expression clinique d'un trouble de l'hémostase primaire dépend de l'importance de la thrombopénie, صفائح الدمويه, comme on a déjà dit. يعني هناك مشكل في les plaquettes. OK, c'est la diminution des plaquettes sanguines, de la thrombopathie, c'est-à-dire des plaquettes sanguines qui sont malades. OK, يعني ما يقدروش mais il y a imma ma عندهمش هذوك les récepteurs ou la mchouhin ou la mamch nadjin etc. des facteurs aggravants et de la détérioration de l'état vasculaire c'est-à-dire les vaisseaux rigolna il y a imma la paroi vasculaire mrida يعني inflammée ou la mahish kima nqoulou hna التربه متعفنه entre parenthèses. OK, très bien. Voilà, là, le purpura hukama désigne une lésion élémentaire de la peau, élémentaire des muqueuses aussi. Donc, le purpura تقدر تقيس la peau, تقدر تقيس les muqueuses. مثلاً, les muqueuses, par exemple, l'effa, la gencive, par exemple, et des séreuses. Donc, on chauffe au tsaour, t'aham, 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 purpura cutané, voilà, c'est ça le purpura. J'ai fait normalement une... Bon, ça c'est... Voilà, le purpura hukama est une lésion hémorragique de la peau ou des muqueuses de couleur rouge à pourpre ne s'efface pas à la vitropression. Dirou fi balkom bel purpura ma tkanch la vitropression. Mach kima par exemple le hassasiya ou la par exemple l'urticaire ou la kidirouha ma bin katchbouha ma bin zouj swab3koum par exemple les deux pouces rayha trouh. Bel purpura non parce que il y a une extravasation de sang dans le derme, c'est-à-dire on est nazif au khourouj le corps de la hamra à l'extérieur des vaisseaux. Voilà, la répartition des taches purpuriques peut être petitiale, nqati, ikimotique معناتها كدمات ou entraînée linéaire avec des choses خطوط appelées des vibis. شوفوا معايا, c'est ça les petichi, شفتوا les petichi? Voilà, c'est ça les petichi. Voilà, vibis ce sont des traits pardon, voilà, et ikimos, c'est le kedamet. Voilà, c'est le kedamet, ou fiha ce qu'on appelle la biligenèse, fiha marahil. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave, la médecine légale, ou la même qui dit, comme, inchallah, marid, mathalan, il dit, comme, par exemple, docteur, octubli, certificat, par exemple, wahda ou darbni. Ça me semble, je suis de l'autol. Par exemple, qui tchouf ou sfar, presque jaunâtre. يقول لك ضربني تقول لك ضربني يقول لك ضربني اليوم انت لازم تكون لازم تكونوا حكماء اذكياء دونك لازم تعرفوا تري تري سي سي اونتر بارونتيز يعني حاجه مليحه انكم تعرفوا باغزومبل كي يجيكم واحد صفر على بالكم باللي ماهوشي مضروب ما عنده بزاف عنده 15 يوم اللي تقاس. اوكي سا سي بور لانتو اسوسي ا دي زيموراجي سي ان بوربورا hémorragique. Les ecchymoses hukama الكدمات ce sont des macules, c'est-à-dire ce ne sont pas des taches ou bien des taches punctiformes, c'est plus ou moins chouïa kbar, hémorragique, spontanée ou provoquée. Wahedhom, wahedhom, généralement, ils jouent les jeunes filles, parce que les jeunes filles, donc les jeunes filles, pardon, la peau d'elhom est sensible, ok? Généralement, ou provoquée, par exemple, wahed darbo, ou la par, ou la, au maximum, il peut prendre l'aspect en carte de géographie, comme j'ai déjà vous montré, avec l'image, c'est al-kedema, voilà, c'est ça, j'tou l-kedema, l-kedemet. Donc c'est ikimos, voilà, le kedamet tertelif eshkaluha, min kabira sagira ila akhiri. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, c'est ça. Yani bishngul kombark c'est quoi? Ikimos, voilà, les vibis, les lésions de purpura siégeant dans les plis de flexion. Bon, tout le monde, je les aime comme ta'arfou. Ta'arfou, les mostas primaires, qui t'gaissent donc les vaisseaux, qui t'gaissent les plaquettes odomalates. Donc, Wallah, qui est un gros facteur, mais les facteurs, par exemple, facteur de Wilbrand, ou qui a la pathologie de ou la maladie de Wilbrand, mais qui est le facteur, qui est le glou, qui est le ghira, qui est le safaïh d'amouya. Donc, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez. Vous savez, 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 vous savez. Purpura muqueuse sous forme de petits chi pouvant prendre l'aspect de petites élevures superficielles contenant un peu de sang, créant des bulles hémorragiques siégeant au niveau des muqueuses buccales, nasales et génitales, responsables de gingivouragie, nazif l'effa, épistaxis ruaf, des hémorragies conjonctivales ou rétiniennes et métroragie. Métroragie, c'est-à-dire la présence du sang en dehors du cycle menstruel. Deuxième des choses, les hémorragies viscérales rares, des hémorragies digestives, des hémorragies méningées. Type de purpura, purpura thrombopénique et vasculaire.
سي لوجيك. واش معنى تاع حكماء ثرومبوبينيك؟ معناتها يقول لكم باللي صفائح دمويه نسميوهم لي ثرومبوسيت كذلك. ديمينيسيون دي بلاكيت سانغين فاسكولير سيتادير لا باروا فاسكولير اي لي زي. كاين هناك انفلاماسيون مثلا كيما لو بوربورا روماتويد كيما نقولوا حنايا بالدارجه روماتيزم. اوكي دونك لو بوربورا ثرومبوبينيك بار ديمينيسيون دي بلاكيت سانغين اي بيتيشيال قادره تكون بيتيشيال قادره تكون ايكيموتيك توش ايغالمون لي ميكوز diffus à prédominance déclive n'est pas influencé par l'orthostatisme. Je m'en attends que même le فرق فقط هنا يقول لكم زعما الفرق هادو هزوها. Je sais pas ce qu'ils expliquent comme عليها mais هادو هزوها c'est très important. Le purpura vasculaire d'origine inflammatoire et nodulaire et nécrotique راهي nodulaire ou تكون فيها nécrose à localisation déclive. تلقاو vraiment vraiment تلقاو في رجليهم تلقاو موف جاي في الخليه اوكي هيك هيك دي تاش جايين في الخليه على لوكاليزاسيون دي كليف ساغراف لو دو لورتوستاتيزم معناتها لورتوستاتيزم معناتها الوقوف اوكي اي ناتام با لي ميكوز الفرق ما بين كي عود الصفائح الدمويه ناقصه اوكي لا تتغير بصح الفاسكولير وي علاش باسكو ديجا ديروا حكماء سي ان جو دو غرافيتي خاص بالجاذبيه انسان كي يوقف الثقل كامل يروح سانيومون لي بلاكيت هزوا معايا لو طون دو سانيومون لو طون دو سانيومون معناتها الوقت الذي يتم فيه النزيف كيفاش نديروها انا برسك اوني برسك تيرميني اوكي ليكسبلوراسيون دو ليموستاس بريمير كيفاش نديرو كيف نقوم بمعرفه ليموستاس بريمير نشوفو لو طون دو سانيومون سكو لون ابيل لو تي اس Il explore حكماء l'hémostase primaire dans son ensemble. OK بمعنى يعني جميع les facteurs. OK Paroi vasculaire. OK Les plaquettes صفائح الدموية plus les protéines. Les هما les protéines les كنتشفاوت, fibrinogènes, le facteur de Willebrand, etc. Le temps nécessaire à l'arrêt, le temps de saignement, هو الوقت الضروري. OK à l'arrêt saignement provoqué. Nous allons dire le saignement, ok, par une petite coupure cutanée au niveau des vaisseaux superficiels. Voilà, les vaisseaux superficiels. Méthode DV. Hein, une méthode DV. Je vous fais l'avant-bras. Comme l'avant-bras, c'est le patient, ok, ok. Dans une région sans vaisseau apparent, il est superficiel parce que les capillaires en fait sont ironiques, ok, et sont pas sur une longueur de 10 mm, 1 cm, on coupe le chemin avec un millimètre de profondeur, ok. دونك ونشوفو شوفو واش تشوفو كي نديرو لانسيزيون فوالا اذا بقى يعني الدم تاعو يسيح اذا بقى دونك نسميوه الونجي سوبيريور ا 10 مينوت اوكي هو لا نورمال 2 ا 4 مينوت صرا عمليه التخثر يعني يجيو الصفائح الدمويه ويقفلوا هذيك لا بريش لا بتيت بريش اذا كان نو كاينه مشكله كو سو سوا في لا باروا يعني لا باروا فاسكولير ولا لي بلاكيت ولا لي بروتيين هنا يبقى اكثر من 5 دقائق وهو يسيح هو في لا نورمال 2 ا 4 مينوت شربوها فقط في رواحكم باغ اكزومبل كي تجرحوا ولا باغ اكزومبل في صوابعكم يخي ميم با 2 ميم با والله ميم با 2 جوسكا 3 مينوت يحبس الدم يخي شوف يسيح وبعد يولي يحبس نورمالمون نو ديباس با دونك الونجي سوبيريور ا 5 مينوت كاينه مشكل اوكي الونجي اكثر من 10 minutes. Méthode de Duke est la méthode moins sensible. On a le mot DV beaucoup plus. Elle est de la lobule de l'oreille, dans le halama تاع الاذن. OK, dans le lhma تاع الاذن. كذلك 1 cm sur 1 mm de profondeur. Donc on éponge 30 secondes. هنا 30 pardon. هنايا فقط حكماء الوقت فقط. هنايا لازم اكثر من 10 دقائق. هنا في الاي في اوكي وفي الديوك هو اللي نخدمو لا نورمال سي 2 ا 4 مينوت في اللوبولا في الاذن 2 ا 4 مينوت يحبس اوكي والالونجي اكثر من 5 دقائق سي تادير كو في لو بلي دو كود يعني يقدر يوصل حتى ل 9 دقائق 8 دقائق سي لوجيك بصح في الحاله مات الاذن ليه باسكو علاش دوك نقول لكم علاش باسكو او نيفو دو لوبول دو لوري c'est une zone très 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 vascularisée. Dire au ribelcon très vascularisée, on se traite moi des fois, je chauffe les gaz du sang. OK?
نهزوا منها الدم باش نشوفوا قداش نسبه الاكسجين في الدم. هذا هو الفرق فقط. شفتوا هنايا، شفتوا البلايص اللي فيها الاكسجين بزاف واللي فيها الدم بزاف تري فاسكولاريزي، فيها الاكسجين بزاف، تصرى لها ليه تصرى لها كومون ديراج، يصرى لي موستاز، يعني تتقفل ليه هذيك لا بريش. الوغ كو باغ اكزومبل في لو كود في لافون برا نو، هاو نقدروا نستناو حتى l'essentiel ne dépasse pas les 10 minutes. Deuxième des choses, les plaquettes, numération, risque hémorragique, voilà. Les plaquettes sanguines, plus de 50 000. C'est comme la normale, mais 150. Comme dans l'hémogramme, 150 à 400. في 10 قوة 3, bien sûr. C'est la normale. Qui est plus de 50 000, donc, هنايا بمعنى الخدامين اللي يروحوا يقفلوا لا بريش ما كانش. لا كاليتي، شفتوا هنا لا كاليتي ترومبوباتي، سيتادير الصفائح الدمويه مريضه، يا اما كسوسو ما عندهاش لي ريسيبتور دو ممبران، ولا الشكل تاعها مش مليح، ولا ماهيش مكمله الخدمه ديالها، ولا لا فورم ديالها ني با نورمال. ميزور دو طون داديزيون، شفتوا هنايا لا ديزيون، علاش خي قلت لكم قبيله كيفاش يديروا. Donc sur une membrane recouverte de collagène. Il y a une membrane, c'est artificiel. Il faut trouver le collagène. Malheureusement, j'ai pas trouvé une image. Ok. Donc collagène permet un bon dépistage du déficit en facteur de Will Brandt. Ok. Parce que c'est comme il sera donc une adhésion. Donc il va sera l'adhésion, c'est-à-dire que comment dirais-je, c'est-à-dire que le safiha ad-damamiya mish mliha, mrida, tout simplement. Troisième des choses, mesure de la résistance capillaire, signe du lacet. Hna la résistance capillaire, elle explore la qualité des vaisseaux, hna c'est-à-dire la paroi, OK. CTS, idir kulch, yhkem ala la paroi, yhkem ala les plaquettes, les protéines, les plaquettes hna nahdour ala les plaquettes plus précisément. Wa hnaya la résistance capillaire, signe du lacet, nkhdmou ala la paroi faqat, et beaucoup plus purpura vasculaire. معناتها هنا لي فيسو راهم مراض، راهم انفلامي. اون كونت لو نومبر دو بيتي شي ابري ابليكاسيون دون ديبريسيون 10 سنتيمتر دو ميركور بار فونتوز او بلي دو كود بوندون 5 مينوت. تحكمو نديرو لو فونتوز في لو بلي، اوكي نكليكيو اوكي تكليكيو مليح، اوكي 5 دقائق نتوما مكليكيين. دونك لا فراجيليتي كابيلير، دونك اذا سي لو نومبر اي سوبيريور ا 5 نورمال الانسان برسك ما يديرولوش لي بيتيشي، الانسان اللي لي فيسو تاعو نورمال، بصح لي فيسو تاعو انفلامي رايحين نلقاو دي بيتيشي، سادير نقاطي اون فيت نمش صغير اكثر من 5 وحدات. لي زيتيولوجي اي اون فا تيرميني، خلاص رانا خلصنا. كوز بلاكيتير حكماء اي كوز فاسكولير بور، كوز فاسكولير انفلاماتوار، ديفيسيت ان فاكتور دو ويل براند. قلت لكم واش قلنا لي فاكتور شكون هما؟ La paroi, ok, l'endothélium, on a les plaquettes sanguines, les protéines. Les protéines, c'est surtout les facteurs plasmatiques, le facteur de Will Brandt, ok, et finalement, le fibrinogène. Donc, ahadou, هذه العناصر ما كانش ولا مريض. Bon, les causes plaquettaires, que ce soit thrombopénie ou la thrombopathie. Thrombopénie, c'est la diminution du nombre des plaquettes sanguines. سببه مثلا, hypersplénisme. نعطيكم معلومة. La rate, c'est-à-dire l'hypersplénisme, c'est l'augmentation du volume de la rate. Donc, aussi, ça va être la rate, tu lis une éponge. Alors, comme tu lis, just like a sponge, tu lis tout mousse كلش صفائح الدموية وكذلك الكريات الدموية الحمراء. دير أنيمي وكذلك ديرنا une thrombopénie. هذه كمعلومة. Aplasie médulaire, c'est logique parce que c'est la moelle osseuse, mais je garde à traiter une petite chose. Donc, c'est-à-dire les trois lignées sont déficitaires. اوكي ما عندوش ني صفائح دمويه ني كريات دمويه بيضاء ني كريات دمويه حمراء. اوتو اومين سيتادير كو كاين دي زونتيكور يروحوا يهاجموا الصفائح الدمويه ويقضيو عليها ويديروا لها اون ليز فوالا. هنايا ميكرو انجيوباتي بيربورا ترومبوتيك ترومبوبينيك. لي ميكرو انجيوباتي معناتها امراض خاصه بال كومون ديراج لي فيسو صغيرونين خلاص. اوكي هنايا سي با هنا قال لك راهي مختلطه ترومبوتيك ترومبوبينيك. OK thrombopathie تبعوا معايا مليح. thrombopathie معناها امراض في الصفائح الدمويه يا اما مكتسبه كيما مثلا لاسبيرين ولا لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان يروحوا يمرضوا يفسدوا لنا الصفائح الدمويه ولا امراض اصلا تروح تفسد الصفائح الدمويه دي زيموباتي بعد تهاجم امراض او كاين امراض عديده. كونستيتيوشنال معناتها انسان خالق بها اللي هي لا مالادي دو غلانز مان ديفو دغريغاسيون بلاكيتير
واش معناتها؟ معناتها ديفيسيت دو لا بروتين غليكوبروتين 2 بي 3 ا، خي شفتوا عليه لكان شفتوا عليه واش قلت لكم؟ قلت لكم هاد لا بروتين هو اللي يدير لنا لاديزيون اونتر بلاكيت سانغين اي اوتر، فوالا هو اللي فوالا هو اللي يلصق مع الفيبرينوجين والفيبرينوجين، سي سا دونك سي سا غلانزمان. انا درت لكم اون ايماج نورمالمون اون ايماج تاع غلانزمان، فوالا سي سا، ها هي غلانزمان شفتوها ديفيشنسي غلانزمان ترومبواستينيا. دونك هنا ما عندوش، فوالا هذا ما كانش سي سا. ودايرين لكم كذلك الحكماء في لوكور. اوكي انا خلصنا هادو، هادو مزايدين برك ليكم. Voilà. عندنا سيندروم دو بيرنار اي سولي ديفو دو لاديزيون بلاكيتير، وهاي التصويره كذلك راني درت لكم اون ايماج كي مونتر سي سا ديفيشنسي بيرنارد سولي سيندروم. ما عندهمش، ها هو اللي ما عندهمش لو غليكوبروتين ام بي، لكن شفتوا اللي يلصق مع لو فاكتور دو ويل براند. دونك هذا هو الفرق. سي اون بيل ايماج، اوكي سي سي اون ايماج تري اكسبليكاتيف كي نو مونتر لي دو باثولوجي غلانز مان. معناتها ما عندوش غليكوبروتين دو بي 3 ا، شتو واش طويل غلانزمان، اوكي سيتادير لي دو. وهنايا بيرنار سوليي، سوليي سي بريسك سخايلو كشغل سوليي، فوالا لي تلصق لنا مع الفاكتور دو ويل براند، فوالا. اي بور تيرميني لي باثولوجي بيان سور، فوالا سي سا. دونك خلاص فهمتو، غلانزمان سي غليكوبروتين دو بي 3 ا، et soulier bernard soulier c'est glycoprotéine 1b. Les causes vasculaires pures, ha hadrna ali plaquettes huma li marad, hadrna al maladie de glanzman, c'est-à-dire que les thrombopathies safiha damawiya marida wala ma kanch safiha damawiya. Vasculaire c'est la paroi, hypercorticisme, ala balkom belli par exemple les gens qui chorbou les corticoïdes wala li عندهم par exemple en fait hypercorticisme, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la libération de cortisol. سي عندهم اون فراجيليتي كابيلير. مثلا كون باغ اكزومبل واحد مثلا يضرب صاحبه مثلا يدير له هكا برك يقيسو برك على بالكم تصرا له فريمون تلقاو بلي عنده كدمه. فراجيليتي كابيلير كونستيتيوسيونيل ولا ليي الاج، فوالا سا سي ليي الاج حاجه اخرى. تيلونجي اكتازي هيريديتير اونجيوم كوتاني، اوكي. ثالثيم دي شوز دي كوز فاسكولير انفلاماتوار لي هما دي انفيكسيون سيفير، سيتادير كو المناعه تولي راهي تهاجم في الـ في الـ في الـ في الـ في البكتيري اي اوميم تو قاعده تهاجم في لا باروا فاسكولير. فيرال اوسي ميديكامونت سي لاسبيرين توجور شتو لاسبيرين سي ستادير كو لي ميديكامون نو سون با توجور بينيفيك ها بور لو كور ها. لا بينيسيلين، لا بينيسيلين، بينيسيلين سي ان بيتا لاكتامين، اوكي. اي فينالمون لي سولفاميت، لي سولفاميت اونفون فوكاما بوربورا روماتويد ايمونو اليرجيك purpura اللي قلتها لكم قبيله. purpura سي سي c'est-à-dire que les vaisseaux تاع الجسم ديالو كامل sont inflammés donc sont fragiles. lésions cutanées érythème purpura et des hémorragies flanfant ها purpura rhumatoïde بماذا تتميز؟ des douleurs abdominales OK purpura et des hémorragies et des lésions cutanées érythème تلقى عنده هكا des taches حمر c'est ça l'érythème. finalement c'est déficit en facteur de Willebrand c'est-à-dire que يا اما لي سيلول اندوتيليال متفرزو مي يفرزوهش اوكي سون ديفيسيتير فوالا كي عود ما كانش دونك ما كانش لو غلو ديرو ديفيسيت اون فاكتور دو ويل براند ما عندناش الغراء هكذا هزوها انا قلت لكم باش ما تروح لكمش الغراء اللي لصق لنا لي بلاكيت سانغين بار فوالا نحكي ديما ندير لكم ليماج فوالا لو غلو فوالا اللي لصق الصفيحه الدمويه او نيفو دو ريسيبتور مومبرانير لو غليكوبروتين 1 B. Bon, c'est ça. Normalement, c'est ça. On va terminer. C'est ça. Normalement, on a terminé. Voilà. Très bien. Bertrand Tsaur, échymose. Les échymoses, c'est pour vous. C'est l'évolution. La thrombasthénie de Glanzmann, comme tu vois. OK. Hi. Glanzmann, mais une douche. Ça fait. Donc, le head, le complexe, le récepteur membranaire mécanique, le glycoprotéine 2B3A. اللي هو ضروري اللي يلصق فيه الفيبرينوجين باش يلصق لي صفيحه دمويه اخرى. ديفيشنسي بيرنار سوليي سي ما عندوش الجليكوبروتين 1 بي، اوكي تري بيان. اي بيان سور فون ويل براند فاكتور ديفيشنسي ما عندوش اصلا، سميوها لا مالادي دو ويل براند. تري بيان. دونك هادو دي زيماج فقط باش نعطي لكم هنايا بوربورا بليزيور تيب دو بوربورا. هنا باغ اكزومبل دي شوفوا معايا مليح، هنا سي دي بيتيشي، هنا ميكوز شتو او نيفو دو لا ميكوز. نلقاوها هنايا في لاجونسيف في اللثه، هنا في لابو، هنا سي ديزيكيموز
تري بيان. هنا فقط الفرق ما بيناتهم تاع الترومبوبينيك عندما يكون انخفاض في الصفائح الدموية، والبيربورا فاسكولار انخفاض او هناك مرض في لي فيسو. فقط هنايا ديروا في بالكم باللي هنايا بريدومينانس دي كليف ديروا اون رابور افيك لو بوا، اون رابور افيك لا جرافيتي. هنايا سي توش تو توت لي زون اوكي، با دو بريدومينانس دي كليف هنا كامل تقيس لي ميكوز. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحكماء جيسبر تكونوا فهمتوها، قلت لكم التصويره هذيك استخدموها راهي تري 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 امبورطون.